زينب، وبداية محطاتنا لليوم مع العمل الإنساني ومساحة من التطوع والتوجه نحو الآخر ومشروع حكاية حلم يلي أطلقته جمعية جذور للدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع الهيئة العامة لمدارس أبناء الشهداء. المشروع سالي بيهدف لاكتشاف ودعم المواهب لدى الأطفال من أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة. لنحكي أكثر عن حكاية حلم. بصرنا نرحب بالسيدة خلود رجب، رئيسة مجلس إدارة جمعية جذور للدعم النفسي والاجتماعي، وعمر قطيفاني، مسؤول طبعا المحافظات بالجمعية. جمعة مباركة وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. يسعد صباحكم وجمعة مباركة. تسلمي لي. يسعد صباحكم. بداية تحكوا لنا عن حكاية حلم، كيف بدأت الفكرة؟ هلا حكاية حلم هي بدأت من جمعية جذور، تمام؟ هو ثمرة جهود لعمل لثلاث شهور. كنا حابين نقدم العمل، نحن صميم عمل جمعية جذور هو تقديم الدعم النفسي والاجتماعي. فحبينا من خلال تقديم نشاط دعم نفسي نكتشف المواهب الموجودة لدى الأطفال. نكون نواة لنخرج المواهب الدفينة بداخل كل طفل. لأنه أنا بقول أو في مثل بيقول إنه الأطفال يولدون عباقرة. فبداخل كل طفل أكيد في موهبة، بس هي الموهبة قديش بحاجة لصقل وتنمية وتدريب لحتى تتخرج بطريقة صحيحة. من هون بلشنا فكرة حكاية حلم. طيب عمر، خلينا نحكي شوي عن الفئات اللي كانت أو الشرائح المستهدفة من الأطفال، الفئات العمرية مثلا، كيف كانت الأولويات لاختيارهم؟ لا، بالنسبة للفئات كل شيء تحت سن 18 بيدخل تحت اسم أطفال أو يافعين شباب، كان هذا من الأهداف اللي لازم نحن نكون محققينها بالأطفال. تماما، فما في يعني تحديد عمري تمام بالضبط، ما كان في تحديد للأعمار، كان لكافة الشرائح. تماما، كافة الشرائح. يعني خلينا الكاميرا الإخبارية وثقت هالشيء، خلينا نتابعه بالتقرير التالي. العمل محبة، وعلى المحبة نلتقي. تحت هذا الشعار أطلقت جمعية جذور للدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع الهيئة العامة لمدارس أبناء الشهداء مشروع حكاية حلم. حقيقة اندهشت من بالعمل وفرحة جدا أنه شفت أطفالنا بهالجرأة الأدبية، والمسرح أصعب ما يمكن، لكن الأطفال عم بيتعودوا كيف يقابلوا الآخرين وهن مرتاحين. طبعا في فضل لجمعية جذور هي اللي عملت بهذا العمل. انا رحبت فيهم بدون ما اعرف شو المواضيع، لكن هلا بقول لكم اهلا وسهلا، لان دائما طموحي انه مو بس غناء منظم، هالنوعيات من الاطفال اذا تعبنا عليهم هون راح يكونوا مستقبل الوطن. بينا ننطلق بشيء جديد، مشروع جديد اللي هو مشروع حكاية حلم، اللي هو بيبني على العمل المحبة، وعلى المحبة عم نلتقي. هو مشروع حكاية حلم هو بالتنسيق صار بين جمعية جذور وهيئة أبناء وبنات الشهداء مع جمعية مع دار المكفوفين. حبينا نسلط الضوء على المواهب اللي ما أنا معروفة، خليها تبين، خليها تطلع يظهر هذا الشيء الحلو. ثلاثة أشهر من العمل المتواصل شكلت ملامح الصورة على خشبة المسرح، استعرض خلالها الأطفال مواهبهم المختلفة للانتقال إلى المراحل النهائية في 19 و25 من الشهر الحالي. بشرفني أني أكون مع لجنة التحكيم وأصدقائي لنقيم هالمواهب الحلوة اللي براعم صغيرة، نعطيهم الأمل، نشوف موهبتهم، نقومها، نسددها، يعني نعطيهم الرتوشات. يعني إن شاء الله بيطلع شيء حلو. أكيد أنا واثق إن مواهب مختلفة قالوا لنا بالغناء وبالرقص وبالتمثيل والإلقاء الشعري. اليوم بحكاية حلم، هذا المشروع اللي صرنا على مدار 3 شهور عم نشتغل عليه، هو بيتناول فئتين أو شريحتين من المجتمع اللي هن بنات الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة. كان عملنا كمتطوعين هو إبراز مواهبهم والشيء الحلو يلي جواتهم. نحن اليوم باللقاء الأول من الحفل النهائي يلي هو ب 19 ويلي هو ب 12 و 19 و 25.
حكاية حلم مشروع جهود متضافرة بهدف تنمية نواة المواهب الموجودة عند أهم شريحتين متواجدتين في النسيج الوطني، الأطفال من أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة. يعني يا خلود، مثل ما تابعنا أجواء الحفل، في تفاعل من الجمهور، في تفاعل من اللجنة، حتى الأطفال كانوا كتير متحمسين مثل ما شفناهم. ونحن بنذكر أنه يمكن صار بمدارس بنات الشهداء، وأكيد في مسرح، وهن دائما عندهم حفلات، لكن أنتوا اليوم طلعتوا مواهب جديدة حتى من أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا أبناء الشهداء. تحكي لنا كيف كانت كمان أجواء الاحتفال وهالتفاعل من قبل الأطفال واللجنة والجمهور؟ هلا بصراحة اللي ميز الحفل هي العفوية، براءة الأطفال فعلا، يعني قديش كان الموضوع في تفاعل، وقديش كنا كلياتنا هيك قاعدين عن جد في بساطة بالموضوع، وقديش الطفل هو فعلا بيمتاز بالعفوية بالطرح. حتى هلا المشروع مثل ما لاحظتوا بالتقرير او الحفل، هو كان حفل استقبال المواهب. تمام، طلعنا حوالي 26 موهبه. هو الحفل الاول؟ اي طبعا. الحفل الاول هو كان استقبال المواهب، طلع على المسرح 26 موهبه طبعا من بنات الشهداء، بالاضافه اكيد لشريحه المكفوفين. فنحن حاولنا نضوي على اهم شريحتين موجودين بالنسيج السوري مثل ما ذكرتوا بالتقرير طبعا، لانه من خلال تعاملنا مع المكفوفين لاحظنا انه صح ان فاقدي البصر ولكن يملكون من البصيره الكثير، بالاضافه انه عندهم مواهب كثير موجوده ودفينه جواتهم، فحبينا نعيد اندماجهم بالمجتمع، ان طلعهم بشكل جديد ليثبتوا انه في تحديات كثير كبيره بالحياه وقادرين يتحدوا انفسهم اولا واخيرا. تمام. كان شفنا كمان سالي البنت اللي حكيتوا لنا عنها، هي كفيفه ولكن صوتها يمكن تعدى حدود الكون. صحيح، مثل ما ذكرت باللجنه كانت في الانسه ديانا، قالت لها انه صوتك نازل من السماء. صحيح، فعلا كان في روحانيات كثير امتازت باجواء الحفل. تمام، ننتقل لعمر، رح يكون في لقاء بغضون هذا الشهر الحالي بين 12 و25، كيف التحضير للقاء؟ كيف محضرين له؟ ان شاء الله العمل مستمر والتحضيرات مستمره، لنقدم شيء حلو، نقدم شيء بطريقه نحط فيها بصمه جذور. تمام عمر، كمان فينا بس بدي اسالك سؤال، انه العمل اخذ وقت اكثر من 3 شهور، كيف كان التعامل مع الاطفال؟ هلا احنا بدايه كان دخولنا قبل اي شيء مثل كسر جليد، خلينا نقول ليثقوا فينا ويحبونا، ونحن اكيد بدورنا حابينهم، لذلك مأمنين بالعمل ودخلنا عليه. فالحمد لله كان في كثير ود كبير كثير كان بيننا وبين الاطفال، فهذا الشيء كان يعني عم بيعطي مثل ما شفتوا على المسرح انه نتائج حلوه، صار الطفل عنده ثقه هو طالع انه انا المسرح هلا ملكي وانا لازم اقدم شيء. ففعلا هذا اللي شفناها يمكن بالتقرير من اجواء الحفل الاول اللي عملتوه باختيار 26 موهبه ليتكملوا معهم طبعا وتحقق حلمهم ويصير حقيقه. خلود، شو بتحبي توجهي كلمه لكل الجروب او لايضا جمعيه جذور او حتى التشاركيه اللي صارت مع مدارس بنات الشهداء وايضا ذوي الاحتياجات الخاصه؟ هلا اكيد بدي اقدم شكر للهيئه العامه لابناء وبنات الشهداء، وتحديدا للست الفاضله ايقونه العطاء ماما شهيره فلوح اللي احتضنتنا برعايتها خلال هالفتره. اكيد هلا اللي بحب اقوله انه نحن اكيد كمجتمع اهلي حتى بحاجه لنضوي كثير على المواهب الموجوده، لانه هي فعلا بحاجه لندعمها لتتخرج بطريقه صحيحه، لانه هي اثراء بالنهايه للحاله الثقافيه والعلميه الموجوده عندنا بمجتمعنا. فقديش فعلا نحن بحاجه نضوي على هيك مواهب، لانه عن جد تستحق العطاء. اكيد، وبنتشكركم كثير، بنتشكركم.
حبيبتي. اكيد وانا بتمنى لكم التوفيق بطبعا الحفل الثاني، وان شاء الله مثل ما قلنا بيتحول حكايه حلم لواقع وحقيقه ومواهب هيك بتعبي سوريا كلها وبتملي الدنيا. شكرا لوجودكم وجهودكم. شكرا لكم.